بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها السادة، القرآن الكريم، قراءة قرآنية مباركة يتلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ المقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسني جلهون، القارئ المقيم بقرية دبركي مركز مدينة منوف. ندعو الله لقارئنا بالتجلي والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم Thank you.
الكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بسم مما رزقناكم والكافرون هم الظالمون الله لا
له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الظن لا إكراه
تبين الرشد من الغي. استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. والله سميع عليم. صدق الله العظيم. الله علي الذين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون.
ألم تر إلى الذي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر إذ قال إبراهيم قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال ربي الذي يحيي
وأميت. قال إبراهيم فإن المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. فأماته الله
أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم
يطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم إن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن كسايا. واعلم أن الله عزيز الحكيم. صدق الله وسعك كل شيء رحمة وعلما، فاغفر ما
بالذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عشنا واستمتعنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا وعلى ما سامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والمقيم بقرية بركلي مركز ومدينة بنوف بمحافظة بنوفية. فضيلة القارئ الشيخ محمد حسني جلهون. كما نذكر حضرات السادة الأفاضل عبر موجات إذاعتنا الصوتية والإدارة الكهربائية والمعرض الفني والفراش الكبرى الحديثة لصاحب الحاج فتحي القارح وأولاده المقيم بمركز لمدينة بنوف أمام محطة مصر للبترول. نيابة عن هذه العائلة سعيكم مشكور جميعا. أما القراءة القادمة فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة المنوفية والمقيم بكفر السنفسة مركز ومدينة بنوف فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد المرد الشالة.